إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية الكبرى واستمراراً للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري، تولي الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بالمشروع القومي للطرق والكباري، والذي يأتي على رأس هذه المشروعات ويمثل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 174.6 ألف كيلومتر. بلغ إجمالي أعداد الكباري 2972 كوبري تم إقرار الشبكة القومية للطرق في 22 من شهر يونيو من العام 2014 لتنمية أكثر من 4800 كيلومتر باستثمارات تصل إلى نحو 36 مليار جنيه ليتم إنجازها على مرحلتين، وقد كانت المرحلة الثانية منها في 9 من شهر أغسطس من العام 2015، وبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق في 1 من شهر يوليو من العام 2017. يهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة الطرق والكباري والمحاور الحالية، إضافة إلى إنشاء أخرى جديدة تعمل على تسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء. مصر جميلة وحديثنا عن شبكة الطرق القومية، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع المهندس جمال عسكر استشاري الطرق وخبير السيارات. اهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. اهلا بيك. طبعا خير يا فندم. حضرتك يا اهلا وسهلا. سيادة المهندس، الحقيقة انه شبكة الطرق القومية اللي بيتم انشائها حاليا بتسهل الوصول لكل الاماكن في مصر، يعني اعتقد ان مصر كلها بقت مربوطة مع بعض. وجدير بالذكر ان انا عايزة اقول حاجة، كان ليا زيارة في الصين وكنا بنتكلم على الأفعال الخير وكده، فكان بسأل يعني أحد الأشخاص الموجودين قالوا إحنا الخير اللي يعني الناس لما بتحب إنها تتبرع أو تعمل خير بينشئوا طرق، يتبرعوا علشان يعملوا طرق عشان يوصلوا للقرى النائية، علشان تمدن يوصل لها، عشان التجارة توصل لها، علشان حركة العمران توصل لها، فبالتالي وضع القرى النائية دي يختلف تماما. وأعتقد إنه بشبكة الطرق اللي بيتم إنشائها حاليا أوضاع كتيرة جدا هتتغير عندنا في مصر. بالظبط. اتكلم بتفاصيل أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الشبكة القومية للطرق ده موضوع استراتيجي حيوي بالنسبة لمصر. توجه القيادة السياسية، وفي ملاحظة بس، إن توجه الرئيس بزيارات مكوكية زي البريكس، زي زيارة مجموعة من الدول الإفريقية، كل ده بيفتح طرق جديدة لمصر اقتصادية. الشبكة القومية للطرق دي ليها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد من ناحية التجارة، الصناعة، إعادة توطين السكان، بنتكلم على السياحة، بنتكلم على استراتيجيات تصنيع السيارات، على إنشاء مدن سكنية جديدة لمصر. كل هذه المنظومة بالكامل اللي بتعملها ثلاث مؤسسات كبيرة، وزارة النقل، وزارة الدفاع، وزارة السكان، المنظومة دي كلها منظومة غير مسبوقة بالنسبة لمصر. وطبعا ده بفضل التوجه القيادة السياسية للبلاد، ان احنا النهاردة يعني ازاي نعمل جذب للاقتصاديات الخارجية نتيجة مصر، ان مصر دلوقتي بقى لحوالي 6 سنين بتعاني من الاقتصاد، اقتصاد مترهل، ازاي العملة الصعبة نقدر نجيبها لمصر، وازاي نوفر كتير من الحاجات المهمة جدا انها تبدأ بيها مشروعات للانتاج. النهاردة عصب الاقتصاد في مصر مفروض ان قناة السويس، مفروض السياحة، مفروض ان يبقى فيه انتاج عندنا في البلد. عشان تعملي انتاج يبقى لازم تعملي طرق، عشان تعملي طرق لازم يكون ليها تأمين، عشان تعملي تأمين لازم يبقى عندنا مصانع وعندنا مدن سكنية. كل ده بيزود حركة العمران ويزود حركة التجارة والصناعة والسياحة. أنا كان وصل عندنا السياح، مثلا على سبيل المثال أنا عايز أهني مصر كلها بعودة السفير الإيطالي لمصر، وإزاي إحنا كنا بنوصل بسنة 2010 حوالي 1,200,000 سائح إيطالي، وصل لغاية 2016 إلى حوالي 15,000 أو 20,000 سائح. طبعا ده تدهور كبير قوي في الاقتصاد بتاعنا نتيجه لقله الدخل بتاع السياحه من العمله الصعبه. فلذلك عوده السفير
وزير النقل الروسي لما فتح الخط بتاع الطيران الشهر الجاي ان الطيران هيبقى من مصر لروسيا هيرجع تاني زي ما كان. طبعا دي طفره بالنسبه لمصر لان دي بتزود اقتصاديات التشغيل، بتقلل لي التكليف، بتزود لي انا حجم السياحه لمصر، فده كله بيبقى ليه ريفلكشن بتفتح بيوت على الناس، بتحس بمردود سريع للوضع الاقتصادي. الشبكه القوميه للطرق وجودها في مصر بتعمل ايه؟ اول حاجه بتقلل لي تكلفه النقل، المشوار من A ل B كان بياخد معايا مثلا اسبوع، الاسبوع ده كان بيكلفني بنزين وزيت وديبريشيشن تهالك للعربيه اللي انا راكبها مثلا بيكلفني سي 1000 جنيه، النهارده لا بيكلفني في حدود 600 جنيه، بقى عندي وفر، يبقى انا النهارده قللت تكلفه النقل بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمنظومه لما اتعملت منظومه الايه؟ شبكه الطرق الجديده لانها شبكه استراتيجيه. النهارده كان عندنا مصر مثلا في حدود من 2010 لغايه 2016 عدد العربيات المباعه في مصر كانت وصلت من 300,000 عربيه، وصلنا لحوالي 2200 2300 عربيه. النهارده لما يبقى الشبكه الجديده تتعمل دي هتزود معدلات النقل وهتفتح شركات كتيره للتجاره ونقل البضائع والتوزيع. ده هيحتاج ايه؟ هيحتاج ان انا محتاج كميه عربيات كبيره تنزل السوق عشان تشتغل. طبعا. ده هيفتح لي جنب كويس قوي اللي هي مدينه السيارات اللي احنا بنقبل انها تتعمل في العوينات، ان احنا نعمل مدينه للسيارات فقط لا غير. مدينه السيارات دي هتعمل ايه؟ هتنتج عربيه بمكون محلي يصل للعربيات الصغيره حوالي 60%، العربيات الكبيره النقل يصل حوالي 70% مكون محلي مصري. دي تتعمل ازاي؟ لما بنعمل مدينه للسيارات زي ما رحنا الصين كتير وشفنا مدينه بتبقى مدينه متكامله للسيارات، مدينه متكامله للاجهزه الطبيه، مدينه متكامله لاكس والواي والزد. يعني بنتكلم في مصانع بتفتح ناس بتشتغل. بالظبط بالظبط. يبقى احنا هنا بنعمل ايه؟ بنقلل معدلات البطاله بالنسبه لمصر. طبعا. معدلات البطاله في مصر وصلت لحوالي 13% 12%، ازاي نوصل بيها ل 6% وال 4% وال 3%؟ ان احنا نعمل مشروعات القوميه الكبيره دي. يبقى انا عندي مشروعات قوميه بتقلل لي مستوى البطاله، عندي مشروعات قوميه بتقلل لي مستوى الجريمه. هنقول ايه اللي دخل مستوى الجريمه او معدلات الجريمه في المشروعات القوميه؟ وجود الناس بدون اشغال والناس بتقعد على المقاهي وبتقعد على النواصي وعلى كده بتسبب كتير قوي من المشاكل، وكل يوم والتاني بنسمع عن المشاكل اللي موجوده من خناقات من ضرب الى اخره. طبعا ده كل لما الناس تتشغل ويبقى عندها مصالح بتاعتها بتعملها وشغل موجود في البلد قللت معدلات البطاله طبعاً. وتبقى اللي قللت التشاجر وقللت معدلات الجريمه في مصر. فيبقى احنا عندنا ايه؟ استراتيجيه تصنيع السيارات بتفتح، عندي تجاره وتوزيع بيفتح، عندي انشاء مدن سكنيه. معدلات البطاله النهارده بنشوف في كل طريق بيتعمل، على سبيل المثال طريق رود الفرج الضبعه. رود الفرج الضبعه ده طوله تقريبا في حدود 340 كيلومتر، بيكلف له في حدود 45 مليون جنيه تقريبا، بيقلل لي معدلات نزيف الاسفلت. النهارده مصر بتاخد ادوار متقدمه قوي في نزيف الاسفلت، لما يوصل نزيف الاسفلت في 2016 لحوالي 6212 قتيل. لما توصل عندنا في مصر لحوالي 19612 عربيه اتدمرت في خلال 2016 نتيجه الاحصائيات، مع ان الاحصائيات عندنا غير كافيه. يعني لما تنزلي دبي تنزلي منطقه الخليج هتلاقي الاحصائيات هناك شامله وافيه، عندنا معدلات الاحصائيات عندنا النسبه الصحيحه بتاعتها بتبقى قليله شويه. دايما انا دايما بحب اروح لمؤسسات كبيره قوي زي البي ام اي البيزنس مانجر انترناشونال، دي مؤسسات كبيره بتاخد تعمل احصائيات وبتعمل فوركاست تنبؤات ايه اللي هيحصل في البلد دي اقتصاديا تجاريا زراعيا، ايه اللي هيحصل. مجموعه كبيره من المستشارين الكبار والاساتذه الكبار بيعملوا فوكس على مكان معين عشان يقدر يطلع لي نتيجه معينه لهذا المكان في فتره زمنيه معينه. كل ده بيتكلف فلوس، بس ان انا اكلف فلوس عشان اعمل فوركاست، اعمل نيو بروجكشن، اعمل تنبؤات جديده للسنه اللي جايه، دي ببني عليها معدلات كبيره وشغل كبير جدا، زي معدلات النمو السكاني. انا النهارده يبقى عندي ازاي معدلات نمو سكاني وعدد 400 الف بني ادم بيتخرج، طالب بيتخرج من الجامعه، وانا ما عنديش الديماند الاحتياج على هذا العدد من الخريجين. يبقى النهارده انا بعمل ايه؟ على سبيل المثال بعمل مثلا مدارس صناعيه نوويه زي مدرسه الضبعه، هتبقى مدرسه صناعيه زي مدارس دبلوم الصنايع، هياخد مثلا عدد كبير من الطلبه من الاعدادي يبداوا يشتغلوا على الجزء ده من المشروع اللي احنا بنعمل الضبعه كمحطه نوويه سلميه. عشان تشتغل المحطه دي باساتذه كبير قامات في مصر، والناس دي خرج منهم جزء كبير قوي راح بره عشان يتعلم ويتطور وياخد تدريب، فالطلبه اللي هتخرج دي هتخرج تلاقي مكان تشتغل فيه. ب
في مرتبات، يبقى انا عارف بقى انا عامل كارير باص للطالب من هو في المدرسه، عامل له تدرج وظيفه هيخرج من هنا يروح الشغل ده، هياخد تريننج اجندا بروجرام، عنده تدريب معين في كذا سنه معينه، هيوصل من A لB لC، عملت له تدرج وظيفي ان انا عارف ان هو بعد 15 20 سنه هيبقى كميه البرودكتيفيتي بتاعته، الانتاجيه بتاعته للبلد هتساوي المقدار ده. يبقى انا عندي فوركاست سليم للستاف اللي بيشتغل معايا او الدنيا اللي بتشتغل في مصر. نرجع تاني لمعدلات التكدسات المروريه في مصر، نشوف مثلا المحور بتاع محور رود الفرج الضبع، هتلاقي محور رود الفرج الضبع ده بيعدي على 6 تقاطعات زي التقاطعات بتاعه الدائري وترقه الزمر امبابه، بيعدي على ابو رواش، بيعدي على المريوطيه، بيعدي على المنصوريه، 6 أو 7 تقاطعات. فتنزلي في الموقف المزدحم قوي ده تلاقي السلم، تطلعي على الدائري من فوق على المحور، تاخدي باص، الباص ده يوديكي النهارده عشان تطلعي من شبرا لغايه اكتوبر كنت بتاخدي المشوار في الساعه 1:30. تعمل على محور رود الفرج الضبعه 35 كيلو بالظبط يبقى في اكتوبر، يعني بالظبط على 120 كيلو في الساعه بتاخدي المشوار في 15 الى 18 دقيقه بتوصلي لاكتوبر. ده بيعمل ايه؟ بيخفف لي تكدسات مروريه موجوده على محور 26 يوليو. بس دايما معلش انا اسفه، يعني احنا بنعمل شبكه الطرق وفقا لدراسات، وزي ما حضرتك بتتكلم يعني دراسات وافيه وكافيه وشامله وبتضمن تتضمن كل شيء. مشكله تمام. في سلوكيات بعض المواطنين تمام. يعني كتير من المحاور تم افتتاحها سهلت في البدايه حياه المواطنين، قللت وقت الانتقال من مكان لاخر، ولكن نلاقي بعد كده السلوكيات الخاطئه للمواطنين وخاصه اصحاب الميكروباص، تلاقي الدنيا رجعت تاني زي ما كانت واوحش. عشان تو كنترول المكان ده، اي مشروع في الدنيا بيهمني فيه بعد ما عملت حطيت فكره للمشروع، حطيت له رؤيه معينه وجبت له فريق عمل بتقيم الشغل بتاعهم وطلع التارجت ده اللي هو الهدف اللي كان مطلوب ان احنا نعمل الطريق، مطلوب نعمل ايه؟ نعمل متابعه. النهارده ليه بنحط كاميرات على الطريق وبنحط رادارات على الطريق؟ عشان نقدر نتابع هذا الكلام. النهارده الطريق ده بدون صيانه بتعتبر ان انت ما عملتيش طريق اساسا، بل بالعكس ممكن يسبب فيه خساره كبيره للمركبات. بالظبط. اللي اتعمل بقى في الشبكه القوميه للطرق، وهنا طبعا يعني الشبكه القوميه للطرق بكل مؤسساتها بالهيئه العامه للطرق وكباري واللي هو عادل ترك، طبعا عملوا مجهود يفوق الوصف ان احنا ازاي نقلل معدلات الحوادث ونزيف الاسفلت على الطرق دي. اتعمل طرق مروريه حره، الطرق دي اتمنع فيها اليوتيرن، الطرق بقت متقسمه لطريق للنقل، طريق للباص، وطريق للعربيات الصغيره. اتعمل عليه سرعات على الطريق 120 و90 و70، طرق منتظمه بسرعات معينه عشان نقدر نتخلص من موضوع نزيف الاسفلت اللي عندنا اللي بيخلص على شبابنا. يعني كل الناس بتبص على ان السنه اللي فاتت كان في 2016 اجمالي خسائرنا من نزيف الاسفلت ومعدلات الحوادث في 2016 وصل لحوالي 38 مليار جنيه، فده مبلغ ضخم كبير لكن جداً. الناس كلها بتبص على 38 مليار لكن ما بتبصش على قد ايه احنا فقدنا بني ادمين. قوة بشرية. البني ادم هو اساس الدوله. تنمية طبعا. الدوله لا 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 يبني هذه الدوله، لا تبنى هذه الدوله الا بسواعد ابنائها. طبعا. يبقى انا بيهمني الهيومن كابيتال، بيهمني البني ادم. فانا لازم عشان امانج الطريق بيقول له احنا دايما نقول ايه، اف يو كانوت ميجر يو كانوت مانج، لو انت ما تقدرش تقيس وتشوف ما تقدرش تقيم وتدير هذه المنظومه. عشان ادير المنظومه لازم اراقب المنظومه كويس واشوف ايه المشاكل اللي بتظهر عليها، ويبقى انا جاهز بكاونتر ميجر بحل بديل لو ظهرت اي مشكله. يبقى انا عندي طرق مظبوطه، حارات مروريه مظبوطه، عملت طرق اسمنتيه عشان الهلك اللي كان بيحصل على الطرق العاديه والطرق والنقل، ازاي احد من الحمولات بتاعت العربيات النقل الثقيله عشان اقلل الهلك بتاع الطريق. طريق محطوط له لايف تايم 20 سنه بيخرب في مصر بعد 5-6 سنين. لا، اتعملت اراضي اسمنتيه تتحمل الحمولات بتاعت العربيات النقل الثقيل. النهارده انت بتعمل، لازم يكون في رقابه يا فندم، لازم الرقابه. ما احنا اي طريق اي منظومه عمل بدون مراقبه وتقييم، احنا ليه عندنا دايما بنتكلم على الكي بيرفورمانس انديكيتور، قياس معدلات الاداء لاي منظومه في الدنيا عشان نقدر نحدد المنظومه دي ناجحه ولا المنظومه دي فاشله. نجاح المنظومه بينجح كل الناس اللي موجوده في المنظومه طبعا. اي انسان بيخطئ في المنظومه بيبوظ المنظومه بالكامل، لان المنظومه دي عباره عن هيروليكي، عباره عن هرم، الهرم ده مكون من عدد من الوحدات،
لو واحدة أو اتنين أو ثلاثة سقطت في الهرم، الهرم كله بالكامل هينهار. يبقى لازم أعمل مونيتورينج، أقدر أتابع الناس وراقب الناس وأقيم الأداء بتاعهم، بعد كده أقول إن المنظومة بتاعتي هتمشي مظبوطة ولا مش هتمشي مظبوطة. يبقى هي المنظومة متكاملة من أول ما حطينا الهدف أو المستهدف من المشروع، إن إحنا نمشي ستيب باي ستيب لغاية لما نوصل للتارجت. النهاردة القيادة السياسية حط في حدود 40 مليار جنيه لمنظومة الطرق، بتعمل 39 محور وشريان جديد، وبتستصلح الأماكن القديمة والمحاور القديمة واللي حصل لها مشاكل. وفي عندنا زي ما بنتكلم على نص الكوباية المليان، بنتكلم على نص الكوباية الفاضي. إزاي مثلا عندي، يبقى عندي أنا مثلا في المرج أو المرج الجديدة عندي كوبري بينهار وأسنده أنا بخشب، النهاردة موجود فعلا لغاية دلوقتي لسه ما تصلحش بقاله 3 شهور، انهار على مجموعة من البيوت أو مجموعة من العشش. يبقى لازم أتكلم على الجانبين، الجانب الجيد اللي بتعمله الدولة، طب فين جانب الصيانة؟ الصيانة النهاردة عندي منظومتين في الصيانة، صيانة السيارات على الطريق عشان معدلات الحوادث، أنا بعمل طريق 10 على 10 لازم أعمل صيانة للطريق. لكن اللي بيقابله مشكلة يا فندم إنه جهات مسؤولة متخصصة هي اللي بتنشئ الطرق، ولكن جهات تانية هي اللي بتقوم بعملية الصيانة. مظبوط. فبالتالي المجهود بيتشتت، انت مش عارف انت تحاسب مين ولا تعمل ايه. لو خدت بالك حضرتك في الفترة اللي فاتت هتلاقي في شغل جامد جدا وشغل عالي جدا من هيئة الرقابة. صحيح. هيئة الرقابة لما مسكوا النهاردة نائب وزير او مسكوا مساعد محافظ او مسكوا اكس او واي او زد، كل ده بيدل على المتابعة المشددة، ودي كلها بتيجي من قبل القيادة السياسية. النهاردة انت مش الفساد عندك بقى كتير جدا، عشان تبدأ تحد من هذا الفساد تعمل له ازاي؟ لازم تبدأ تعمل مراقبة ومتابعة دورية على كل المؤسسات الكبيرة. النهاردة بقول ان القيادة بتدي امر، مش معنى اديت الامر وعندي في المنظومة 50-60 واحد لازم اتابع ال 50-60 واحد، 50-60 واحد لازم يتابعوا ال 3000-4000 اللي تحتيهم، واللي تحتيهم بيتابعوا ال 20000 اللي تحتيهم، لان ده هرم كله بالكامل، لو اتهدم منه جزء زي ما قلنا بيهدم باقي المنظومه. فانا النهارده بعمل طرق دي بكلفها بهذا الشكل، الصيانه لازم مهمه جدا، صيانه السيارات كمان، وده اللي بنتكلم فيه دايما الاداره العامه للمرور، ازاي النهارده بيرخص العربيه وهي ما بتتعملهاش فحص فني؟ دوائر الفرامل بتاعه العربيه، دوائر الانوار بتاعه العربيه، النهارده ازاي تمشي تلاقي على الطريق الدائري عربيه ماشيه من غير نور تماما، هذا ده بيسبب لي كميه حوادث رهيبه. الفرامل عربيات النقل الثقيله وعدم التزامها بالسير في الحاره الايه، الحاره اليمين، ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي مشكله كبيره جدا، ان حادثه واحده من عربيه نقل بتدخل حوالي 20 25 عربيه صغيره في بعض. صح. وبتقفل البلد وبتشلها. يبقى المنظومه دي كلها بالكامل احنا عايزين. النهارده الدوله بتعمل إشارات مرورية وبتعمل رادارات وبتعمل كاميرات على الطريق، كل ده لو بدأ يتفعل، لأنه لسه اتعمل بس لسه ما تفعلش، لما ده يبدأ يتفعل ويبقى فيه عندي ثواب وعقاب. طالما اخترقت الإشارة احنا بنوصل في الخليج النهاردة للحبس، بعد كده بنعمل زي دبي بنعمل نظام نقط، النقاط دي بيبقى انت ليكي على الرخصة 30 نقطة، كسرت إشارة بتتحبسي من يومين لغاية أسبوع، وبتنزل من النقط بتاعتك في حدود 6-7 نقط من على الرخصه. تباعا جرادولي كده لما بيحصل عندك مشكله واثنين وثلاثه بتفقدي ال 30 نقطه، يسحب من حضرتك الرخصه، مش هتقدري تسوقي عربيه. تاني حاجه بيعمل رقعه، بيعمل نقط على العربيه نفسها على المركبه، شويه تلاقي العربيه كمان ما بتقدريش تمشي بيها في الشارع. يبقى انا النهارده عندي كنترول على العربيه نفسها، عندي كنترول على قائد المركبه نفسه على الطريق. طب النهارده بقى بنتكلم على الاهم، مستخدمي الطريق. مستخدمي الطريق، الناس اللي بتتجاوز الطريق بتعدي على الطريق اثناء ما الاشاره فاتحه للعربيات والبني ادم هو اللي بيعدي، ده بيعمل مشكله. ليه؟ لان بتاع العربيه بيضطر ان هو يقف عشان يعدي البني ادم اللي ماشي على رجله. حصل ايه؟ ان في حد جاي مندفع بسرعه الطريق فدخل في اللي وقف، فعمل كميه حوادث، عمل كميه مشاكل ومشاجرات، الشرطه هتمسك ايه ولا ايه؟ فانا بيهمني النهارده المتابعه، وده مهم جدا من الاداره العامه للمرور، ازاي الكاميرات اللي عندها وانها شايفه البلد كلها بالكامل بالكاميرات. في سيستم جديد قوي بيتعمل بره النهارده، سيستم الرود سايد اسيست، نظام المساعده على الطريق. وهذا الموضوع اتكلمنا فيه مع في الاداره في اداره المرور في الدراسه، وانا من هنا بدعو السيد محافظ او السيد رئيس الاداره او المحافظ او محافظ القاهره ان احنا نقعد مع بعض نتكلم على المنظومه بتاعت الرود سايد اسيست، بدعوه من حضرته نقعد معاه ونتكلم في مدير الاداره العامه للمرور ازاي نعمل المنظومه بتاعت الرود سايد اسيست دي في مصر بالذات في القاهره، عشان نحد من مشاكل الايه، من حد مشاكل الازدحامات والمشاكل. الرود سايد اسيست دي ان ما فيش عندك عربيه تعطل في القاهره بالكامل ما تقدريش تشيليها، لازم العربيه تعطل تشيل العربيه، بيكون في مجموعه كبيره من الاوناش في نقط معينه بتخدم هذه المنظومه،
بالذات في الشوارع الايه الحيويه، صلاح سالم، طريق المطار، الاتحاديه، بس ده موجود رمسيس. يا فندم على مش بالشكل حضرتك واخداه، العدد بتاع القناش قليل جدا بتاع الاداره العامه للمرور، فانت محتاجه تغطيه بعدد مش ضعفه، اربع اضعاف هذا العدد عشان يقدر يقضي العربيه. النهارده المحافظه القاهره فيها 4 مليون عربيه، لكن كل يوم صباحا بيدخل العربيه للقاهره حوالي 6 مليون فوق الاربعه اللي موجودين فيها. فانت محتاجه تعملي نظام تو كنترول الزحمه دي مع نظام الاشارات مع نظام الرادارات عشان تبداي تقللي معدلات الازدحامات عشان الناس توصل اشغالها في ميعادها. الانتاجيه بتاعت الناس كل واحد في شركته او في مؤسسته يبقى الكلام ده معمول على الستاندر، نبدا نوصل لمعدلات اداء بتوصل 90 و95% وده اللي بيميت الريكويرمنت بتاعت البلد. النهارده محتاجين انتاجيه 100%، خليني النهارده اشتغل على معامل كفاءه 95% بس. لا بس انا عايز اقول لحضرتك كمان حاجه، لو قوينا شبكه المواصلات العامه كمان وحسننا من جودتها هتوفر على ناس كتيره جدا استخدام المركبات. الشبكه دي بتاعت المواصلات العامه عندنا حاجه تانية، التكاسي. انا النهارده التاكسي بيلف طول النهار في القاهره، طب ليه انا ما اعملوش جراج متعدد الطوابق ووقفه فيه اللي عايز التاكسي يضرب عليه، غير الشركات الخاصه يضرب عليه يطلع التاكسي اقرب تاكسي للمنطقه في ساحات للانتظار بتاعت التاكسي. لكن التاكسي ده بيمشي طول النهار عامل ازدحامات في الشارع، بيستهلك بنزين عالي جدا، بيزود معدلات الانبعاثات اللي بتسبب البليوشن او التلوث اللي بيصيب البني ادمين، بيعمل ديبريشيشن لتمن العربيه اللي راكب، بدل ما العربيه النهارده باكس لا هتبقى اكس ناقص واحد. فكل المنظومه دي مع بعضيها لازم تتم بشكل معين عشان نقدر نوصل لمعدلات اداء عاليه تساوي معدلات الاداء العالميه اللي بنشوفها في الدول اللي بتسافر اوروبا، تسافر الصين بتشوفي منظومات غريبه، سيستم زي العقارب بتاع الساعه، مش زي الساعه زي الساعه، مفيش فيه كلام ومفيش ازدحامات. الصين فيها 1.5 مليار، لا تلاقي ازدحامات في 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 الباص ولا في الطياره ولا في القطار، مفيش الكلام ده مش موجود. ليه؟ كل حاجه هو منظمه، بس كمان في تنظيم منظمه جدا 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 فعلا. انا بشكر حضرتك، انا اسفه طبعا الوقت انتهى، بس يعني نامل ان احنا نكون شملنا كل المواضيع والنقاط اللي احنا عايزين نتكلم عليها ونوصل معلومه للساده المواطنين. مهندس جمال عسكر استشاري الطرق وخبير السيارات، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، شكرا جزيلا، شكرا لطاقم العمل، شكرا جزيلا. شكرا. هنطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم واخر فقراتنا ومصر كمان.